السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاهرة 19 نوفمبر 2020. نشاهد معا إحدى القاطرات التي تشهد على تاريخ مصر في تشغيل قطارات السكك الحديد. ومعلوم لنا جميعا أن مصر ثاني دولة على مستوى العالم بعد إنجلترا تقوم بتشغيل سكك حديد أو خطوط السكك الحديد، وأول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط. ما نشاهده ميدان المحطة، هذه هي محطة قطارات مصر. يرجع تاريخ هذه القطارات يعني إلى عام 1865. إجمالي طول القاهرة وعربة الوقود 15 متر و4 من مية. نشاهد شقاوة الشباب. وفي الخلفية كما نشاهد محطة قطارات مصر.